عندي الحالة بإبرة وفتلة يا جدعان. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة حلقة جديدة في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمل له رياكشن هو مسلسل ابن الأصول بتاع حمادة هلال. حمادة هلال طبعا من الممثلين المجتهدين جدا، بس أنا يعني ماليش نصيب إن أنا أتفرج عليه كل سنة بصراحة. أنا بسمع من آراء الناس إن هو بيعمل مسلسلات حلوة، آخر حتى من أواخر المسلسلات اللي كنا سمعت إن هو كانت حلوة هو مسلسل طاقة القدر. سمعت إن هو كان عمل دور حلو، تمثيله مش بيعجبني أوي يعني. أنا مش بقول كاختيارات لأدواره لأ، بس أنا تمثيله عامة يعني سواء في الأفلام أو في المسلسلات ما بتعجبنيش قوي يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. ميشو ده جوهره، ده ميشو يا فدوى، ميشو وبس يا جماعه، ده تاجر الماس ده بجد ولا كايوه؟ انا فين وهي فين؟ انا فين وهي فين؟ دي مراتي وكرامتها من كرامتي. عشت وشفتك جوز الاثنين يا عمتين. انا خلاص جبت اخري، عايزه تفرقي بيني وبين ميشو حبيبي. انت نمرة واحد، طلقني واسترجل ولو لمره. طلقني. ايوه يا ميشو طلقها. انا راجل واقف في ستيك. روح على هي يا ميشو. تعالى يا رحمه، انا راجل واقف في ستيك. رحمه، حاول تكون ضمنت ميزان. البنت دي بتحب فلوسك، ما تبقاش عيل صغير. انا مش عايز صغير عشاب. تسرقوك يا جمال؟ لا يابا انا ما سرقتوش. دي نقطه في بحر حق. لو الخيانه مبدا يبقى انا اللي هب. انا مطمع صولة. لو زعلتي تكلميني. بنت الأصول تتجوز حتة الواد ده ترزي. أنا هفضل طول عمري معلم حاجة، وأنا وسيلتي بتجيب كل الألوان. جوازك من البنتين اللوكال دول نساك الأصول. ربنا يكفينا شر أذاك وشر جبروتك وقساوة قلبك وسواده. أنا بقيت مجنون. أنتي بجد ست مش طبيعية. أنا اللي فيها محدش حاسبي غيري. عندي الحالة بإبرة وفتلة يا جدعان. زي ما توقعت تماما، المسلسل برضو عندي فيه معاه مشاكل. من أهم يعني هم مشكلتين ثلاثة أربعة خمسة. أول مشكلة حمادة هلال، أنا مش فاهم هو المسلسل ده كوميدي ولا دراما، ولا هو كان في الأول كوميدي وبعد كده قلب دراما، أنا مش عارف. ومحمد نجاتي أنا ما بقتنعش بتمثيله تماما. هو اللي فهمته من التريلر إن هو اسمه هشام وهو تاجر ماس مع امه، وبعد كده بيبتدي يتجوز كذا مره، وبعد كده تقريبا في حاجه حصلت له، وبعد كده بيبتدي هلوس، عنده هلاوس ان تقريبا ان في ناس عايزه تقتله والكلام ده كله. لا ما اعتقدش ده هيبقى في الليسته بتاعتي اللي انا ممكن اتفرج عليه بصراحه يعني. طلع حماده هلال وايتن عامر، وفي احمد حلاوه، محمد نجاتي، وكريم ابو زيد، وفي برضو احمد قرارة اخو امير قرارة. التاليف لاحمد محمود ابو زيد، والاخراج لمحمد بكير. محمد بكير طبعا من المخرجين المشهورين جدا، لكن عمل مواطن اكس وحواري بوخارست وطرف ثالث. المسلسل ده هيبقى برضو تقيل برضو عليا ان انا اتفرج عليه زي علامة استفهام بالظبط يعني. فما اعتقدش ممكن اتفرج عليه يعني. نسبة ترقبي للمسلسل ده 5/10، مش اكتر من كده بصراحة. ما عنديش اي تعليق تاني خالص للتريلر. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي. عندي الحلقة بإبرة وفتلة يا جدعان.